I'm very proud of the work the president has done. أنا فخورة جدا بالعمل الذي قام به الرئيس بايدن. إن وحدة حلفائنا وحلف شمال الأطلسي ومواصلة عملهم للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض أشد العقوبات أمر بالغ الأهمية، وهذا شيء على بوتين أن يأخذه بعين الاعتبار. نحن كأعضاء في الكونغرس نعرف أن الرئيس بايدن قادر على فرض عقوبات على روسيا بأوامر تنفيذية تصدر عنه، سيكون من الأفضل لو تمكننا من القيام بذلك. تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرار دعم أوكرانيا مستقلة وديمقراطية ضد أي اجتياح عسكري روسي جديد، وهذه أبرز نقاطه: إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت للحكومة الأوكرانية لاستعادة وحدة أراضيها من خلال توفير دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري، بما في ذلك المزيد من الدعم الأمني غير الفتاك لتقوية القدرات الدفاعية لدى أوكرانيا، إدانة الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا بما في ذلك في بيلاروسيا، وتهديد أمن دول الجوار الأعضاء في الناتو، واعتبار هذه الإجراءات استفزازية وطائشة ومخالفة للمعايير الدولية المعمول بها، إدانة استمرار عدم اكتراث روسيا بالقانون الدولي البحري من خلال إغلاق المنافذ لجزء من البحر الأسود وبحر أزوف، مما يعرقل حرية الملاحة ويؤثر بقوة على الاقتصاد الأوكراني. حث الرئيس بايدن في حال حدوث أي اجتياح أو أنشطة أخرى خبيثة من قبل روسيا تقوم من خلالها بتقويض سيادة أوكرانيا على استعمال كل الوسائل لفرض تبعات كبيرة على روسيا من أجل إعادة السلام إلى أوروبا. بيان مشترك لزعيمي الأغلبية الديمقراطية والأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي وعشرة أعضاء آخرين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. في هذا الوقت العصيب نبعث برسالة تضامن من الحزبين إلى الشعب الأوكراني وتحذير واضح لفلاديمير بوتين والكرملين. نحن مستعدون لأن ندعم بشكل كامل فرض عقوبات فورية وقوية وفعالة على روسيا وفرض قيود وضوابط صارمة على الصادرات الروسية، وسنحث حلفاءنا وشركاءنا في أوروبا والعالم على الانضمام إلينا. لم يواجه النظام العالمي الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية تهديداً بهذه الخطورة منذ الحرب الباردة. هذا النظام مكن أمريكا وحلفائها من أن ينعموا بحقبة غير مسبوقة من السلام والازدهار. روسيا تهدد هذا النظام، والولايات المتحدة مستعدة لمواجهة هذا التحدي بوحدة وعزيمة على مستوى الحزبين. إذا شن الروس هجمات سيبرانية على أوكرانيا قبل القيام باجتياح عسكري، فإن تأثير هذه الهجمات لا يعرف حدوداً جغرافية. قد تتأثر الشركات الأمريكية بذلك حتى ولو لم يتم استهدافها بالضرورة. علينا أن نكون يقظين. ما يثير قلقي أكثر هو في حال قرر الروس قطع شبكة الكهرباء برمتها في أوكرانيا. قد يلحق ذلك أضراراً ببولندا التي هي عضو في الناتو وتتواجد في شرقها قوات الناتو. آنذاك قد تتحول الأسئلة الافتراضية بشأن خرق الفصل الخامس من ميثاق الناتو إلى أمر واقع، والفصل الخامس يقضي بمساعدة حليف في الناتو في حال تعرضه لهجوم.